وبعدين يا عمر هنعمل ايه؟ الولد تليفونه مقفول والوقت عمال يمر. انا قلقانه قوي. ما تقلقنيش عليا، ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. احمد. الو. ايوه حبيبي، انت فين وتليفونك مقفول ليه؟ لا يا ماما انا اسف. يعني ايه اسف؟ انت فين يا ابني؟ وازاي تمشي وتختفي فجأة كده من غير ما تقول لأي حد؟ واحد صاحبي باباه مات، فكنت لازم اروح له بسرعة عشان ما اسيبوش في لحظة زي دي. نعم؟ صاحبك مين؟ اسمه ايه؟ لا لا، واحد صاحبي انت بتعرفوش، هو جديد عندنا في الشلة. لا والله بجد؟ كلامك مش مقنع بالنسبة لي تماما. ليه مش مقنع؟ هو ده اللي حصل. والله لو ده حصل كان زمانك قلت لنا، وانت عارف كويس قوي ان احنا كنا هنتصرف، لكن مش تمشي وتختفي فجأة كده يا اخي. حرام عليك، حرام عليك، قلقتنا. معلش يا حبيبتي، انا حقك عليا. اهم حاجة انت ما تزعليش. والله بالبساطة دي اديني الواد ده كلمه. خد كلم بابي عاوزك. ايه يا احمد؟ الخط قفل. كلمه تاني. الهاتف المطلوب مغلق او غير متاح، يمكنك ارسال رساله صوتيه عن طريق اضافه. خلص الشحن ولا هو اللي قفل ولا ايه؟ اكيد خلص الشحن. لا، في حاجه مش طبيعيه. أنا أفكر أروح أدور عليه في الأماكن اللي بيقعد فيها مع أصحابه، إيه رأيك؟ ما تفهمني إيه اللي حصل يا أحمد؟ وليه بتكدب على مامتك؟ طب إيه اللي حصل خلاك توصل للحالة دي؟ مفيش يا روحي، أنا مخنوق بس. روحي أنا ماليش غيرك. أوعي تتخلى عني. ما تخافش يا روحي. بص، أنا اللي هعرف أفكك وأخليك تنسى كل اللي مضايقك. قوم معايا. نروح فين؟ قوم بس. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.